اهلا وسهلا ومرحبا بالاصدقاء الاعزاء الشرفاء النزهاء. الموضوع جد مهم يتعلق ببعض الذكريات الجميله. نبداو باش بواحد المقتطف من روايه. غنبداو. Aucune idée sauvegardée précieusement dans sa mémoire durant 30 marches escaladées plus rapidement que les précédentes. Des idées sûrement oubliées par le vieil homme. Peut-être bien parce qu'il avait tout simplement faim et qu'il avait déjà entrepris de se préparer un de ses plats préférés, immédiatement après s'être acquitté de sa prière. Il s'agissait du fameux plat tagra zaalouk au fromage. Une de ses dernières inventions gastronomiques, un plat difficile à réaliser qui avait pris toute son attention, d'où l'oubli momentané ou définitif de ses méditations durant les 30 dernières marches, menant à son appartement du 7e étage rue Lambda. هذا واحد مقتطف من ديمو ديكي ديال البطل هذه الروايه الرجل الكاهن لو فييون. اوكي ودابا انا شفت واحد المقال ديال واحد المفكر مغربي كيقول لنا الفرق ما بين الطاجين والساندويتش. ايوا دابا غادي ندوزو الاعمال التطبيقيه لي طرافو براتيك. انتباه. هو المقال اللي الكاتب والمفكر المغربي عبد العزيز كوكاس اللي معروف بالاسلوب ديالو الرائع جدا في الكتابه. يوم 30/7/2024 ويلا ندوزو دابا نشوفو لي طرافو براتيك. انتباه اعمال تطبيقيه طرافو براتيك ديال الفرق بين الطاجين والساندويتش. بالنسبه للطاجين ها شنو عندنا؟ ها انتم كتشوفوا ها الاقابه المزيانه، الزيت البلديه، طرف الدجاج ممتازين، والبصله والمسائل. وبالنسبه للساندويتش ها شنو عندنا؟ ها كيفاش غنديروا الساندويتش. تري بيان، الو كنديروا واحد البصيره وحده صغيره او الزيت البلديه، وكنحطوا جنيحه الدجاج، هادو الجناح ديال الدجاج مزيانين. هذيك الاقامه اللي شفتي قبيله، ثوما هادوك البصيلات غنديرو وحده هنا وحده هنا او وحده هنا هكاك بلا ما يتقطعوا. اونفوي مطيشه والمعدنوس هكذا. يا سلام. ودابا العنب طري ماشي لي غيزان سيك، العنب طري هكذا. الزيتون البلدي الحقيقي ماشي داك الزيتون ديال الساندويشات. دابا غنزيدو الماء هكذا. يا سلام. وشنو بقى دابا؟ لا سينياتور التوقيع هكذا تبارك الله. وبحال اللي كيقولنا المفكر، الطاجين كيكون على نار هادئه بقوامه بحال اللي شفتي، وغنديرو على المجمر. اذا غادي نتكلفوا ب المجمر، نشعلوه باش الطاجين يطيب بحال اللي قال المفكر على نار هادئه. نستعنوا بهاد وريقه الشجر، غادي وريقه المشمش. العافيه قطات، هي غتهمد بوحدها الطاجين غيطيب على خاطرو. ودابا نمشيو نقلبوا نشوفوا واش كاين شي ديسير. حان الاوان، ها هي طابت علي. الحمد لله. وهذه هي بسم الله. تبارك الله زوينه. وهذه ايضا هذا برقوق ديال الشجره، ما مرات لها لا دواء لا والو، ما فيها لا دواء لا حتى حاجه، واحد الريحه فيها غزاله. الحمد لله كثيرا. اذا دابا ندوزو للساندويتش. ساهل ماهل بحال قال المفكر. الخبيزه الاولى وغندهنوا عليها هذا الفريميجه، وكتجيب داك شويه الطون اللي كاين، وكنتفنوا عليها واحد شويه ديال لي كورنيشون، واحد شويه دي بتيت رونديل. اونفوي المايونيز، اونفوي الكيتشوب،
يعني داكشي كيكون سريع بحال اللي قال المفكر. والزيتون كيكون غير داك الرومي حيت هذا غير ساندويتش ماشي طاجين علمها، لا كنديرو فيه الطاجين داك الزيتون البلدي الحقيقي، ولكن دابا كنديرو غير هذا الرومي وصافي حيت غير ساندويتش ليس الا. اذن الزيتون شويه ديال الزعتر باش كنحيدو داك ليفي، الا كان شي افي ديال داك الكيتشوب والمايونيز كتخفف شويه الامور. ميطيشات صغيورين دوك لي طوماط سوريز. ودابا هذيك السلطه اللي وريت لكم في الاول ديال الكرم وخيزو، دابا ما بقى لنا غير نغطيو على الساندويتش ديالنا هكذا. يا سلام، ولكن دابا راه كاين جوج المدارس في هذه القضيه هذه. المدرسه الكلاسيكيه اللي كتقول لك الساندويتش واش صافي كولو هكذا، والمدرسه النيو كذا كذا كتقول لك ديروه في الفران وزيد له شويه الزبده هنايا وديروه في الفران. والمهم والقرار النهائي المتخذ وهو ان الساندويتش جاهز صافي جاهز للاكل والحمد لله. ها هو شوف 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 لذه، حيت هذاك الشيء الفران داك الشيء جديد الفران وزيد المشاكل. لا حنا نهتموا بعدا بالطاجين ديالنا على نار هادئه ونمشيو نشوفوه. اذا الساندويتش ديالنا وجد، ها هو كنديرو داك البابيي داك الميكرو سميتو فيرما ليمونتير. ايوا هادي حداه هنايا هكذا. يلا نشوفو دابا الطاجين ديالنا. على ديك المشماش وريقة المشماش انا مشيت جبت من الفريغو، هادو مشي مشات ديال الدار مع كان داكشي تبارك الله كتير درناهم في الفريغو. هادو غنزيدهم في الطاجين. الطاجين غادي مزيان على ما يبدو. قلنا دونك دوك المشيميشات ديال الدار غنديروهم هنا، وحيده هنا وحيده هنا. والمفاجأة الكبيرة أن ديك البرقوقة غادي دار مباشرة هنا. دابا الديسير هو هنا، اللي بغا الديسير ياكل هنا، والديسير هو هنا. حسن جدا، راه كتجي بنينة هكا. وهو الطاجين كما قال المفكر على نار هادئة. شو ديك البرقوقة كي ولات، غادي التغميصة هنا كي غتجي رائع. يا سلام، وهو الطاجين وجد. شحال البصيلة كيطابت مزيان، شتي كي كتجي بنينة هادي. شتي راه دابا هادي كتبان لك هكا، غدير لها غير هكا. يا شوف شوف البنة تبارك الله. وديك البرقوقة تلقات اللذة هنايا رائع. وتحياتي عالية جدا إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء.